سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم هو اليوم الثالث في شهر رمضان مع وصفة جديدة، ونمشي مباشرة للتحضير. كما راكم تشوفوا هنا عندنا القطايف باللحم المفروم. عندنا هنا في مقلاة نوضعوا 2 ملاعق كبار من الزيت النباتي، ونضيفوا لهم بصل تعملوا وحدة كبيرة ولا 2 حبات متوسطين. نخليهم حتى يطيبوا لنا ويدبالوا وياخذوا اللون الذهبي. ونضيفوا لهم اللحم المفروم. انا هنا استعملت حوالي 500 غرام. ندخلوا مليح هذاك اللحم المفروم مع البصل اللي كنا طيبناه، ونضيفوا لهم التوابل. كما راكم تشاهدوا هنا عندي ملعقه صغيره تقريبا من توابل اللحم، القليل من الفلفل الاسود، والقليل من الملح على حسب الرغبة. نخلطوا جميع هذه المكونات ونخليو اللحم المفروم تاعنا يطيب مليح. كما راكم تشاهدونا انا ماشي نضيف 2 تعليقات تاع الجبن. تنجموا تعملوا اي نوع من الجبن تحبوا، الجبن مبشور او جبن مثلثات على حسب الرغبة. نمسجوا مليح هذاك الجبن حتى يذوب لنا مع اللحم المفروم. ملاحظة هنا البنات، الجبن ضروري في هذه الوصفة على خاطر يمد لنا حصه بصل اللحم المفروم باش كي نوضعوه في القطايف ما يجيوناش ناشفين. كما راكم تشاهدوا هنا راه كاين حصه بصل خفيفه بزاف. نخليو هذه الحشوه على جانب يبرد لنا، ونمشيو في نفس الوقت نحضروا القطايف. ناخذوا على حسب الحشوه تاعكم، نحلوها بيدينا ونضيفوا لها الزبده الدائبه. البنات هنا انا ما نجمش نمد لكم الكميه مضبوطه تاع الزبده الدائبه. كما راكم تشاهدوا راني نفتح فيها ونضيف الزبده الدائبه حتى نشوف باللي شربت لنا ديك الزبده اللي ضفناها له. وهنا نبداو نشكلوا المملحات تاعنا ونشكلوا عش تاع عصفور في يدينا. نوضعوا القليل من هذاك الحشو بعد ما برد لنا، نغلقوا عليها حتى تشكل لنا كوريه وتولي لنا متماسكه. نواصلوا بنفس الطريقة حتى نكملوا الكمية تاعنا. البنات هاد الوصفة ما تحتاجش الفرن يكون سخون من قبل، على خاطر كي تدخلوها راه ماشية تحمركم بسرعة وما تمدلكمش القرمشة تاع هادوك القطايف. على هذه انا كي كملت الكمية تاعي شغلت الفرن من الاسفل ودخلتها مباشرة. كي جبدت لي اللون من الاسفل نطفيو عليها ونقليو من الاعلى حتى تاخذ لكم اللون الذهبي كما راكم تشاهدوا. البنات وصلنا لاخر تاع الفيديو، ونتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. وما تنساوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس الى عجبكم محتوى القناه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.